la mosquée et la normativité. انا كنت في الخليج كان في مشروع تاع توسعه الحرم اكستنسيون لا ترويزيام اكستنسيون دو لا موسكي الحرم وخيروا الناس اللي قريب للموضوع الهندسه المعماريه الاسلاميه فكل بلد خيروا واحد يعني كنت يعني من الحظ تاعي كنت في اللجنه العليا لتوسعه الحرم ماشي باش ندير التصميم ولكن باش يعني نشرحوا للناس اللي راح يديروا التصميم المعماريين العالميين كيفاش يديروا التصميم ف يعني كانت فرصة ذهبية درنا حول العالم رحنا لليابان لقينا بلتادا واندو بعد رحنا لسويسرا تلاقينا كالاتراب سانتياغو كالاتراب رحنا لبريطانيا زها حديد كانت مازال ما توفاتش رحنا للاخر لماليزيا والهند كان فيه معماريين كبار يعني شارس كوريا وهذا هو غير مسلمين فكان لازم نشرح لهم لي نورم المعايير اللي باش يصمم رحنا لاوزاكا في اليابان تادو اندو بدينا نشرحوا له لقيناه دير دي بروبوزيسيون 60 ماكيت يعني لي بروبوزيسيون كي داي بور لو بروجي ديكستونسيون الى في 60 ماكيت عن صورهم وكي نتناقش معاه قلنا يعني نفهم بلي راكم حجاج الكاباسيتي داكاي بور الحرم دو ادير 3 مليون 4 مليون 5 مليون انا جو بروبوز دو ريبارتير لي 4 مليون هذا سير لاني يعني كل واحد نقاط واحد فقال لك هذه خلاص سي دوني كونترين اون دوا يعني اكسبتي دي فورس قلنا بدينا نتكلموا على الصفا والمروه قلنا علاش تعيوا في الناس هكذا رايحين كليين علاش ما ديروا في طابي رولو كيما تاع المطار ويدور يعني يروح الشوط الاول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس السابع يخرج من المروه الصفا قلنا له احنا من شعائر الدين باش يتعب الانسان راهي يعني امنا يعني زوجة ابراهيم كيفاش كانت تسعى بين الصفا والمروه جاتني في ثاني راكم تعبوا هذاك وأربع ملايين يجيو يدوروا راه فيها زحمة كبيرة جو بروبوز يعني لي كابسول يهبطوا الأرض يركبوا 20 بعد الدور بهم الأشواط ومن بعد ينزلوا في الجهة ميريزي ميكانيزي تو لاخر السيستم بحاجة دونك بعد قلنا له دينا الحج ثاني لازم الطواف هذا لازم يكون بالسعي بالمشي ثم اكتشفت بلي يعني هي اوكي ريفيرونس يعني زاكسيون ريليجيوز سيتادير الاخر الاركان اركان الصلاه كذا فبور ان اركيتيك كي سوا ميزيلمون نون ميزيلمون يدوا كومبروندر لاكتيفيتي فجاتني فكرة باش نتاع اللي يحبوا واحد يجيب مشروع من الهند واحد يجيب من باكستان واحد من تركيا يعني الجزائر ولات مخضر لابوراتوار دارشتكتور لي موسكي يعني سي دي تيبولوجي تي روجيل كي نو ريان كي افيك لا كولتور لوكال قال يعني بلي لازم تكون فيه معياريه معلول قال حط بلي سيد يعني دي نور ان انسومبل دو موديل كون بو ابليكي كيما بازو لي زيكو بي ان بي دو بي 3 سي ان و بعد سو يعني جينيراليزي تو سو توت لي ولايا قلت له بلي حنايا كمعماريين ما نحبوش التلميط هذا التلميط لا تيبيفيكاسيون سي دونجور قال كي نديرو حاجه بروبوزيسيون ونناقشوها فمن ثم بديت مشروع اسمه معياريه المساجد لا نورماليزاسيون دي موسكي طاحت مع الازمه الاقتصاديه ومن بعد بداو يعني سكتوا نجمدوا المشروع وباقي لحد الان فيه اتصالات مع الوزاره باش يصبح وثيقه ملزمه ان دوكيمون اوفيسيل
جينيراليسيو توت لي ولايا و ابروفي بار الاخر لاقيه الولايات كل دي نورم. فهو موجود يعني حبي الصيف تخليني باش نعطي اول محاضره على هذا المشروع في الصيف حتى بليده مثل ما مش عارفين. ف يعني راح نعطي نبذه صغيره على المحتوى تاع هذا المشروع سي لا نورماتيفيتي يعني لامور يعني البروجي يعني اوفيسيلمون سي لا نورماتيف لا نورماتيفيتي دي موسكي. بصح انا قلت جي اجوتي دو دوتر دو ديمونسيون لوثنتيسيتي اي لا كرياتيفيتي. من ثالث الشيء الثالث ندير بوبليسيتي نروح شويه. في 2008 في التحضير تاع الدكتوراه لقيت في المكتبه الوطنيه كتاب مهم جدا مرمي حاشاكم في الديبو. لقيتو سي ان دوكيمون انيدي كايتي ريديجي بار البير ديبو كايتي كونسيرفاتور دي زارشيف ان 1870 et qui a fait tous les relevés de la des mosquées de la ville d'Alger qui comprenait presque 120 mosquées. Donc qu'est-ce qui est dit ou qu'est-ce qui est malheureusement il ne reste que presque 12 à 14 mosquées. Les 120 ont disparu. Donc هذا ou bien il donne un bref historique de chaque mosquée. Donc هذا كتبته ترجمته ونشر في يعني الجزائر الألفية الجزائر مساجد العثمانية في الجزائر مساجد الجزائر في العهد العثماني في دار الأمة 2008. فيعني يكون اللي يحب مهتم بالموضوع هذا يعني يشوف دار الأمة يعني مكتوب موجود المسجد هذا وفي الكتاب وفي كامل يعني رفع أو الريلبي تاع مساجد وفي التيبولوجي راح تكون نشوفوا لي تيبولوجي موسكي الجي على ليبوك اوتومان. دونك انا هذه لا بريزونطاسيون الي دو كات بيتي شابيتر اللي هي ليشيل دو لا في بعد ليشيل اوربان ليشيل اركتيكتورال اي ليشيل دو ديتاي لاركتيكتور انتيريور. دابور يا ليشيل دو لا في la question d'emplacement, le rayonnement de la mosquée, les exigences de la distance entre les mosquées, l'échelle et taille du projet, comment définir la taille du projet, et après, il y a l'accessibilité stationnement. Bon, l'emplacement, généralement, la mosquée est toujours un élément central dans la vie, depuis la naissance. De la civilisation islamique, la mosquée était toujours au centre, dans toutes les médinas. Elle organise le cœur de la ville. C'est autour de la mosquée que se compose le marché d'Al Imara et tous les équipements publics qui forment la ville. C'est les habitations, les quartiers, etc. Donc, la centralité, c'est pour donner l'accessibilité à toute personne et d'être près de chaque personne. Il ne faut pas que ça soit excentrique. Deuxièmement, il y a la mosquée, elle a une hiérarchie. Il y a la mosquée Jumu'a, il y a la mosquée de prière quotidienne et les mosquées, par exemple, c'est à Eidullah, où se fait en dehors de la ville parfois. Donc, on peut simplifier la hiérarchie comme la mosquée Jamia qui doit être théoriquement unique. Yani, le masjid Jamia doit être un seul dans la Médina. Et le ta'addud doit être une fatwa. Il y a des gens qui ont fait un autre Jamia qui est un autre Jamia. Il y a des gens qui ont fait un autre Jamia. لكن في فتاوى للاضطرار مثلا في فاس ولا في شنو كان فيه فتاوى يقول بلي فيه نهر في وقت الشتاء ولا جهه تاع المدينه ما يقدروش يجوا الجامع القديم فيجوز لهم يبنيوا جامعه.
لكن تبقى دائما استثناء. لكن حاليا احنا نشهد هذا الانفجار العمراني وتعدد المساجد الجامعه، فيعني المفروض تكون فيه دور للوزاره في تقنين هذه الظاهره. المساجد يعني المصليات لازم تكون اقرب ما يكون بمسافه مشي لا ديستونس دو مارش، يعني هي 250 300 متر سي لا ديستونس دو مارش بور لي زيكول. فالوزاره عندها مخطط، وزاره الشؤون الدينيه، انا ما امثلش وزاره الشؤون الدينيه، هاي نقول لكم واش عندهم تفكير يعني في سياستها، ان يكون الجامع الكبير اللي رويت بن ربع هو اكبر جامع في الوطن، وبعد يكون اسمه مساجد اقطاب لا موسكي بول اللي سمعتوا بها. اشاك ولايه الفوق اللي هي الموسكي بول اللي فيها صلوات رسميه وفيها الفتوى وفيه المجلس العلمي تاع الفتوى، وبعد فيه مساجد وطنيه اللي تلتف حول مسجد القطب، وبعد فيه مساجد تاع الصلوات اليوميه ومصليات. دونك يا يسدد يا راشي، وهذه باش تمشي فيها تحققها. لحد الان ممكن واحد 13 مسجد جامع قطب اللي تبنى، كاين في تيندوف، كاين في بليده او في تحت الانجاز، في بازا قلعوا فيه، جيجل المونتاني كان فيه عمل على المسجد هذا. دونك سي دي بروجي كي اون تي لونسي افيك لاخر لا كريز ايكونوميك هذا، هي سيرتان كي اون ديماري دوت كي سون جيو. هذه القضيه يعني النقطة الثانية اللي هي أهم شيء في المساجد هي القبلة. القبلة اون طونك ديريكسيون. البوز ان بروبليماتيك دو جيومتري سباسيال. كاين بزاف الاخرين يعني شعاع يخرج من عندك يروح ديريكتومون للكعبة. لكن حنايا كي نقراو الفلك نلقاو بلي الارض كرويه، وبالتالي الجهه الاخرى تاع لا كور، معناها السهم اللي يخرج من عندك ما يخرجش مستقيم، يخرج يعني محدب. ف مصدقين بلي الارض كرويه، فالفتاوى حتى شيوخه فتاوى يعني على اساس بلي الارض مسطحه. في اجتهادات كبيرة كيفاش تحدد القبلة، وفيه مناطق في إشكالية كبيرة في أمريكا اللي كيدير واحد منكم من أمريكا تلقى واحد يصلي هاك واحد يصلي هاك 180 دوغري ديفيرونس. علاش؟ سي لا لوجيك تاع كومون ديفينير لا قبلة، خاطرش الكل كاين نقطة في الكرة الأرضية وين تحب تصلي يجوز. علاش؟ خاطرش سي دي سي لا لا ديستونس لا بلو كورت انتر فوتر امبلاسمون اي لا ميغ. دونك كي تبدا دير لي ريون بليتو لي كور تلقى لي ميم ديستونس. هذيك في مثلا في امريكا كاين مساجد وحده مقبله هاك وحده مقبله هاك وحده مقبله هاك. هذه النقطه الاولى. ولكن كل ما نقربوا الكعبه كل ما يكون المشكل اقل. علاش؟ خاطرش قريب وما كانش اشكاليه تاع الاشكاليه الثانيه بلي تبناو جوامع بزاف قبلنا، قبل ما يخرج السيستم تاع جوجل ايرث وتحديد القبله، فبالتالي يعني كاين فيه انحراف تاع 15 درجه 20 درجه حتى 30 درجه. كاين شباب الله يهديهم قال بلي الجزائريين كاع كانوا 80% يصليوا صلاتهم باطله، من يبدا الاسلام دوكا صلاتهم باطله يفور بروندر زيرو. علاش؟ خاطر دوكا جوجل عطانا قبله وكنا غالطين. لكن بعض العلماء يقول لك اللي كاين حديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بين المشرق والمغرب قبله، اهل المدينه وجهك ما غادرش اتجاه القبله فهي قبله.
وحديث آية في القرآن فولوا وجوهكم شطره. والوجه الوجه سي با ان بوين يعني عنده زاوية واسعة لحق حتى خمس ما دام ما درتش ظهرك من القبلة الصلاة صحيحة طبعا ما يعمدش لكن لذلك يعني فيها مشكل كبير دقة في المساجد تلقاو كان يصليو هاكا من بعد داروها 45 دوغري ودايرين سمو الإمام حشرة في الزاوية سي كرون بروبليماتيك تاع سمو بور لي زاركيتكت يعني مسجد جديد ما يقولش باللي الدعوه واسعه لا لا يفوك يعني كسر راسه باش يقبلها زيرو دوغري يعني يجي سوا سوا بصح كل موسكي اكزيستون كون بو با يعني امبوزي او جو اكزاكتومون فير لا هذه مشكله كبيره تشوفوا يعني حتى يعني الجيومتري كيفاش نشات عند المسلمين علاش تطورت عند المسلمين كان الفلك بسبب القبلة واتجاه القبلة والحج بها وثانيا بالمياه اللي ما ينجحوش فيها يصمم المسجد ومن بعد عنده اسمه ليفت اوفر سبيسز يعني دي زيسباس ريزيدويال هذاك خسارة في التصميم معناها ما استطاعش باش يمتص هذاك الفضاءات اللي حول المسجد الشيما التحتاني هذا جزء من هذا اللي كي يكون لا بارسيل مربعة ولا قاعدة الصلاة مربعة ما كان حتى مشكلة لكن كي يكون 45 دوغري راه البروجي دوفيان دوبل الاخر من ناحية لا كومبلكسيتي دونك يفو تروفي دي سوليسيون بور شاك اونغل دا موسك يا دوتر ديكزيجونس بلانيفيكاسيون سباسيال pour la mosquée de Kaf. انا درت دراسه على عدد المساجد وعدد السكان في كل البلدان المسلمه اندونيسيا دمشق يعني عدد بلدان بروبورسيون تاع لي موسكي بارابور على بوبولاسيون اندونيسيا نلقاو 300 بيرسون بار موسكي الماروك 654 جوردان جورداني 1000 تركي 800 حنا الجزائري 2294 الجامعي واحد يا سي بور سا كي يا دي ديبوردمون دو موسكي دون لي ري دونك يا ان غران مونك دو موسكي يعني عندنا نقص كبير في عدد المساجد والمصليات بالنسبه لعدد يعني المستعمرين وبالمقارنه مع البلدان الاخرى سوريا 3000 مصلي لمسجد واحد يعني فيه نقص كبير في يعني المساجد بالتالي حنايا من طون كارشيتكت اون بيزون دو سي نومبر بور كونتيفي لي بيزوا لي بروغرام في لا بروغراماسيون كاين حاجه واحده اخرى كومون اورغانيزي لي ديستونس انتر لي موسكي كاين مرة مصلى هنا مصلى الاخر قريب ليه مصلى الاخر قريب ليه في وقت مثلا رمضان ولا تشوف واحد تصلي هنا تسمع الاخر واش يقرا يا البرو بروبليم ثاني دو بروكسيميتي دونك يفو كي لي سيرت ديستونس دو ريسبي انتر لي موسكي و موسكي سولو لا ديستونس دو مارش يعني في حديث احد الصحابه يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني اللي يرخص له ان يصلي في بيته الاعمى فقال له هل تسمع النداء؟ قال له نعم يا رسول الله قال فاجب قال ما اعطالوش رخصه ما هو اعمى فيعني سماع النداء يعني هو المسافه تاع النداء اللي تسمع النداء تروح الجامع انتم حاولوا تاخذوا هذه الامور كانكم مش مسلمين تسمعوا حاجه غير يعني اون طون كارشيتيك نوت كيكو كي بو دون سي سي دوني بور سافوار كومو يعني بلانيفي اي كونسيفوار فهذا الحديث هو يعني كمؤشر كيفيه يعني تخطيط المسجد عن طريق الصوت
مع مكبرات الصوت فهي اشكاليه كبيره، يعني راهو 4 كيلومتر سمع الصوت، هل واحد يروح يمشي 4 كيلومتر يرجع ومن بعد يأذن العصر يروح يمشي ولا حياته كاع غير يصلي؟ دونك سي 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 با لوجيك. دونك يا سو بروبليم يفو اون بون اترسون يعني اون كونيسونس دو سو بروبليم. هذا كاين قضية لا بروغراماسيون انترن دو لا موسكي، لا تاي دو لا موسكي. كومون ديفينير لا تاي دو لا موسكي؟ كانت هي النورم اون 1983 كي اتي فيت رافيلا بارو كني 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 روت. يعني دي بورسونتاج دو لا بوبيلاسيون. اون في تاع 10000 باغ اكزومبل سي 2% ولا تاخذ هكذاك ويعطيك لا تاي دو لا موسكي. حاليا فيه اقبال كبير على استعمال المصليات والمساجد، فهذو لي نورم شونج. دونك لا كاباسيتي داكري دي موسكي دوات اتر كالكولي اون فونكسيون دو طو داكتي ديتيليزاسيون. بور اتر سيستيماتيك دون لا بروغراماسيون كاين لا بيراميد دي زاج، دون قريتوها في ديموغرافيا تاع ديموغرافي. لا بيراميد دي زاج مي اون فام بون النساء محظوظات ماهوش مجبر عليهم باش يروحوا للجامعه تصلي في بيتها ما حتى مشكله. الرجال يعني مفروض عليهم الصلاه في المسجد، لكن الرجال كذلك كاين طبقات وفئات. الفئه من 1 إلى 7 سنوات ماهوش مجبر، وفوق 80 ولا اللي ما يقدرش يوصل ماهوش مجبر. فاحنا لازم نحوسوا على الشريحه، الشريحه بالضبط اللي مقصوده بالصلاه الواجبه. دونك لا بيراميد هذه نحوسوا باغ اكزومبل حدو ما بين 15 سنه لغايه 60 70 باغ اكزومبل. اون بو فاسيلمون بوبيلاسيون ايتي كارتي، ماشي نخرجوا نساء للجامع، نلقاو الكويفيسيون تاع النساء اللي يروحوا للجامع. بصح لوتر 50% ولا 35% خاطرش حنا الله يبارك فينا الجزائريين يولدوا بزاف. لا بيراميد دي زاج تاعنا ان فري بيراميد. دونك كي نقصوا راح تولي اكثر من 50% اللي يعني ملزمين بالصلاه. دونك هذه سيتي ميثود بور كالكولي لا كاباسيتي داكري لا موسكي. يعني دون اون دون اون فيل ولا اون فو دون لا بوبيلاسيون 10000 اقسمها على 50% معناها 5000 واحد تاع النساء، نديو منها باغ اكزومبل 10% 15% ومن بعد 50% نحيو لا ترونش اونتر 0 اي 15 تاع الولاد. دونك افيك ان بتي كالكيل ستاتيستيك اون بو اريفي ا ديفينير لا بوبيلاسيون. الان نمر على مرحله ثانيه من البلانيفيكاسيون، بلانيفيكاسيون اي ليشيل اوربان لو بروجي دو موسكي ان طونك بروجي دو اوربان داركتيكتور اوربان. يا كيستيون دو تيبولوجي سبيسيال ستيل اي فاساد اوربان بروبورسيون اي ايشيل دو مينال. لا تيبولوجي يلاحظ باللي المسجد في التاريخ تاعو كان دائما مستطيل، الحيط تاع القبلة هو الطويل. علاش؟ خاطرش كاين أحاديث ترغب في الصف الأول، تلقاو من عهد الأموي من عهد النبوي حتى العهد العثماني دائما المساجد طويلة ما تجيش عريضة الكنائس، هذه مهمة بزاف. وحتى انتوما كونسيبسيون اسيي دافوار لا ديستونس لا بلي لارج بور لو مور دو لا قبله. اكزيجونس ريليجيوز تحبوها ولا تكرهوها انتوما فوزيت دي تكنيسيان دي زارشيتيك، دونك يفو ساتيسفير سيت دون. كاين قضيه تاع لا كور الساحه، الساحه الفائده تاعها كنت تصمم مثلا تياتر ولا سينما ولا لا فول اللي كاينه في هذه القاعه هي تخرج في 5 دقائق. دونك اون بيزوان دان اسباس اوفير بور دي زاكسيدون ولا بور دي يعني نيمبورت كان ايفينمون هذاك ولا ديبريفي. دونك اون بيزوان دو سيت اسباس.
فبالتالي الساحة مهمة بزاف، والساحة إلا بشرط ثاني لو سيركوي دو لا موسكي في الجمعة، ولا حنا مازلش نصمو إمدال تاع 100 متر بار 100 متر باش نعطيو الناس يصلي. الجمعة تندار ساعة في الأسبوع، لازم يكون ليسباس فليكسيبل نغطيوه، ولا وفي معظم الأوقات ما كانش الشتاء يقدروا يصليو فيه. دونك لا كور هي ان اسباس بوليفالون، ان اسباس تامبون اونتر لا فيل اي لا موسكي. ونلقاوه دائما تقريبا كل المساجد التاريخيه في الغالب عندهم ساعه، عندها ساعه. راهي فوت نقاط سريعه دوكا. لو ستيل اركتيكتورال هي ان غرو بروبليم تاع اللي يتعامل ممكن الساده المعماريين مع لجان المسجد، لجنه جمعيه المسجد، راهي عندها يد وقوة الكلمة أكثر من كثير دير الكونسيبسيون. يقول لك وين راهم بلاكات، وين راهم مقواس، وين راهي لا كوبول، وين راهي كذا، يعني إذا ديجا دي زيدي بريسك ساكري دوفيان دي مود لا كولتور، يعني فاد الشوط دي انوفونت ولا يلورا يعني اون غران ريزيستونس تاع باش هذا دي اسوسياسيون. يعني الكوز شغل بوليسيون فيزيوال دون لا فيل، وهذه سي ا كوز دو سيت ابروش بلوتو دو لانترفونسيون يعني دي اسوسياسيون اي دي زون برو فورس سورتو سو كي هو كي فينونس ولا كي فينونس لي موسكي. دونك هذه حاجه. الى كان لا كيسيون دو ستيل، لو ستيل اركتيكتورال pour simplifier le style actuel en Algérie, on a surtout le nord, puisqu'à l'époque pré-coloniale, il y avait deux courants majeurs. Il y avait le style ottoman, attaché, les Ottomans étaient là pendant trois siècles, et il y a le style andalou, mauresque. Les mauresques, après ils sont revenus de l'Andalousie, ils se sont implantés dans toutes les villes algérienne, donc ils avaient cet avantage d'avancement dans l'architecture, donc il est adopté par la population algérienne. Donc généralement il y a la tuile et le minaret à base carrée, on verra, et il y a la coupole. La coupole, vous créez le canch bzef dans l'Afrique. مع العثمانيين اللي جاوا من اسطنبول وجابوها من كذلك من ايا صوفيا، هذه نقطة تاريخية كبيرة، دخلت في المسجد القبة. دونك هذا لازم يكون عندكم يعني نظرة تاريخية على نشأة الأنماط، ليستوار دي ستيل اي ليتيليتي دي ستيل ثاني. نشوفوا هذا النمطين، النمط الاول في مسجد السلطان احمد في اسطنبول، هو النموذج الامثل اللي بناه المعماري التركي سينان باشا، والقصر الحمراء ولا غرناطه ولا اللي هو نموذج اخر اللي تقريبا نقطه رجوع في الاستيحاء من الانماط. كاين الميناري كان اليمون ماجور دون لا فورم دو لا موسكي، مي اي ني با ماجور دون لا فونكسيون. يعني لا بروميير موسكي دو بروفيت ني كومبروني با دو ميناري، مع سي تا اليمون كي ايتي راجوتي على موسكي، اي سي بور دي سوسي دو فونكسيونمون. تعرفوا كامل فيلم الرسالة بلال كان يطلع فوق سطح، فالمسلمين بكري كانوا يحوسوا على أرفع مكان باش يوصل الأذان لأي مكان، لكل مناطق المدينة.